شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وعلانية من قبل أن يأتي يوم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين و
وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت المحرم
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي. ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء. إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء. ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا يعملون. إنما يؤخرهم ليوم. ولا تحسبن الله غافلا عما إنما يوفى.
تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله Leader!
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. Yeah, huh?